وصلنا معكم إلى الجولة الميدانية، ونبدأ معكم من مركز الطب الإسلامي في منطقة الصباح الطبية، حيث تحتفل وزارة الصحة باليوم العالمي للتمريض. بدورنا في برنامج العالم هذا الصباح نقول لكم الأبطال العاملين في مجال التمريض، كل عام وأنتم بخير، ودائما نفخر فيكم وفي عملكم. طبعا نقول لهم قواكم الله، واليوم العالمي للتمريض يصادف 12 من شهر مايو من كل سنة، وهو احتفال عالمي يعترف بالتزام وشجاعة طاقم التمريض ومساعدين الأطباء في جميع أنحاء العالم. ويتم التنسيق هذا الحدث الرائع من قبل المجلس الدولي للممرضات لضمان الاعتراف بالمساهمات القيمة والمهمة للتمريض على صحة الناس في كل مكان. احنا نطلع أكثر على هذا الموضوع واحتفالية وزارة الصحة بهذا اليوم. تنضم إلينا مراسلتنا لما أبو علاوي من تلفزيون دولة الكويت، متواجدة حاليا في مركز الطب الإسلامي. لما أصبح عليك بكل خير، أعطينا فكرة عن مشاركة وزارة الصحة في الاحتفال العالمي بهذا اليوم الخاص بطاقم التمريض. نعم، يسعد صباحكم جميعا. زملائي، بالفعل التمريض ليس مجرد مهنة، بل هو رسالة إنسانية تحمل في طياتها أجمل معاني العطاء والتفاني. متواجدون في كل المواقع الحيوية، نجدهم في خط الدفاع الأول بمراكز الرعاية الصحية الأولية، المستشفيات العامة التخصصية، العيادات، الأجنحة، العناية المركزة، العمليات الجراحية. متواجدون في كافة المواقع الحيوية، يسابقون ويسارعون الزمن من أجل إنقاذ الأرواح. وها هي دولة الكويت اليوم تشاطر وتقاسم دول العالم بالاحتفال باليوم العالمي للتمريض، وذلك تقديرا وعرفانا لجهودهم الجبارة التي يقومون بها من أجل خدمة الإنسانية. للحديث أكثر عن هذا اليوم والرسالة من هذا اليوم، يسعدنا الآن أن نستضيف الدكتورة إيمان العوضي، وهي مدير إدارة خدمات الهيئة التمريضية بوزارة الصحة. يسعد صباحك دكتورة. في البداية، اليوم أكيد في اليوم العالمي للتمريض يحمل في جعبته العديد من الرسائل للفريق الطبي وأيضا للجمهور. نعم، صباحكم خير. اليوم العالم يحتفل بيوم العالم للتمريض، واللي يوافق 12 مايو من كل عام. طبعا هذا اليوم جاء تقدير وتعزيز لمهنة التمريض وأهمية دور التمريض. الشعار لهذا العام أصدر المجلس التمريض الدولي اللي هو ICN، ممرضينا مستقبلنا، القوة الاقتصادية بالرعاية. طبعا تحمل رسالة كبيرة، الاستثمار في التمريض والتدريب المستمر للتمريض لتحسين وتعزيز جودة الرعاية في الخدمات الصحية. جميل. دكتورة، كما تعلمين بأن الهيئة التمريضية الممرضين والممرضات يتصفون بالصبر والشجاعة والتفاني والتضحية من أجل خدمة المرضى، ولكن دكتورة هناك زيادة، نستطيع أن نقول زيادة الحمل العملي، وذلك بسبب زيادة عدد المترددين من المراجعين في المستشفيات، ولكن في المقابل يوجد نقص، نستطيع أن نقول نقص عالمي في أعداد الممرضين. لعل تلك العوامل التي ذكرتها هي تعتبر من أبرز التحديات التي تواجه الهيئة التمريضية، أليس كذلك دكتورة؟ نعم، هي من أبرز وأهم التحديات. طبعا إحنا في مرحلة افتتاحات جديدة، في مرحلة توسعات حديثة أيضا في المستشفيات اللي الحين متوفرة، أصبح هناك حاجة لكوادر تمريضية وكوادر صحية بشكل عام. مع هذه التوسعات وهذه الافتتاحات الجديدة، مستشفيات، مراكز، أيضا تخصصات جديدة في مجال التمريض، النقص ليس نقص على مستوى دولة الكويت، هو نقص عالمي. منظمة الصحة العالمية في تقريرها 2022 أصدرت تقريرها، أوضحت فيه أن هناك نقص عالمي بما يقارب خلال عام 20، يعني تقديرا خلال عام 2030 9 مليون ممرض على مستوى العالم. فهذا النقص هو نقص عالمي. أيضا هناك احتياج إلى تخصصات جديدة.
وهي نقول دكتورة تخصصات فرعية أو دقيقة للتمريض. نعم، وهي أحد التحديات. نعم. اليوم أصبح هناك مجالات مختلفة، مثلا زيادة في أعداد اللي هي عيادات غسيل الكلى الدياليسز، افتتاح أكثر من أماكن كريتيكال إيريا مثل العناية المركزة، الأطفال، فهذه كلها تخصصات دقيقة. أصبح هناك حاجة في توسع مجال التخصصات التمريضية. جميل دكتورة. دكتورة أيضا سؤالنا عن الخطط التي أقدمت بتطبيقها إدارة خدمات الهيئة التمريضية بوزارة الصحة، وساهمت في صقل مهارات الكوادر التمريضية وإطلاعهم على آخر المستجدات المتعلقة في الميدان التمريضي، حدثينا عنها. هناك خطة استراتيجية على مدى 3 سنوات تم إعدادها، تحتوي على 4 محاور: محور القيادة، محور الموارد البشرية، محور التعليم والتعليم المستمر، بالإضافة إلى جاذبية مهنة التمريض. تحتوي على كثير من الأنشطة ومؤشرات لتقدير والتأكد من تحقيق هذه الإنجازات. أهم الإنجازات أنا أعتبرها من ضمن الخطة اللي أيضا بدأنا فيها، وأنا أعتبرها مبادرة جدا رائعة، هي مبادرة عمل الحكومة، أن أضاف التمريض في أحد مشاريع عمل الحكومة لعام 2024 إلى عام 2028. هذا تقدير. نعم. فعلا لدور الممرض وأهمية دور الممرض. نعم. فالفترة هذه اشتغلنا على مبادرة عمل الحكومة. موفقين دكتورة، يعطيك الألف عافية. كانت معنا الدكتورة إيمان العوضي، وهي مدير إدارة خدمات الهيئة التمريضية بوزارة الصحة. نستطيع أن نقول مثل ما ذكرت الدكتورة قبل قليل، هناك بالفعل إنجازات لا تعد ولا تحصى للهيئة التمريضية، وتطلعات كثيرة لهذه المنظومة التي تعتبر الهيئة التمريضية هي العصب الرئيسي في النظام الصحي، وتعتبر أيضا هي العمود الفقري في المنظومة الصحية. وكما تعلمون زملائي، يعني هذه الفئة أو الهيئة التمريضية يطلق عليهم ملائكة الرحمة بلمساتهم الرحيمة والإنسانية اللامتناهية. هذا كل ما لدي، وننتقل إليكم. يعطيكم العافية، جزيل الشكر لك مراسلة تلفزيون دولة الكويت زميلتنا لمو أبو علاوي على هذه التغطية الجميلة، وجزيل الشكر لضيفتك الكريمة.